السبع متتبعين الكرام اللي خلى الغادي والجاي في القبائل او في المناطق النواحي ديال الخنيفره كلشي مخلوع اليوم الحمد لله تم القبض عليه كيف ما كتشوفوا متتبعينا الكرام ها هو باش يديوه للحديقه ديال الحيوان السبع اللي دار الهلهله والبلبله والناس ديال الساكنه تمايا قبطهم الخوف وقالوا انا نقد نكون خارج يعني في الغابة أو خارج نسقي أو ما شابه ويخرج فيها هذا السبع ما هو ضبع ما هو قرد غا سبع راه هنايا هتشدك القفقافة وهتبقى ديما غادي انت ومنوي الحمد لله هذا الشيء هذا راه ما بقاش وهذا كيف ما الكرام لقاو عليه القبض كيف ما كتشوفوا الكرام شوفوا قداش وهاد الانواع ديال السبع اللي كيكون الشعر ديالو كحل فكيكون الخطور ديالو اكثر من السبع الحادي ولكن الحمد لله بفضل مجهودات ديال رجال الامن وبزاف ديال الناس استطاعوا باش يشدوا هاد السبع كيف ما كتشوفوا الكرام شوفوا هاد السبع هذا كيفاش كان عايش في ديك الغابات يعني كان كيتصي يعني كيمشي كيصطاد كي يعني تبايا الضبوعه ولا الثعالب راه الحمد لله هناك راه شي غابات راه ما تقدش تدخل له حتى للداخل راه امبوسيبل يعني باش تدخل حتى شي غابات للداخل راه كيكون الظلام الضو ما كيدخلوش فما بالك انت وانت راه كاينين الحمد لله عندنا هنايا شي حيوانات راه ما كاينينش في العالم راه بزاف ديال ديال الحيوانات والحشرات راهم موجودين هنايا باش نقول لكم راه فعلا علاش حنايا ملقبين باسود الاطلس شتيو دابا علاش الكرام شوفوا علاش كيف ما كتشوفوا متتبعينا الكرام هاد السبع هذا واللي خرجت واحد البنت وقال لكم بلي هاد السبع شافتو شحال من واحد خرج وكيقول لكم فعلا انا كنت غادي نسكي هو كيبان ليا السبع وجالس حاني وكاس كيشرب كيف ما كتشوفوا متتبعينا الكرام طوقوا المنطقه وداروا واحد الفخ وهنايا السبع جه جوع ومشال لديك الفخ وهنايا كيقوموا يعني بالقبط ديال هاد السبعه هذا دا وتصور دابا نتايا قال سبعه وليداتك ويعني في واحد الغابه ودير واحد الكومبينغ حتى يخرج فيك سبع وانتيا ما عندك حتى شي حاجه باش تدافع عليها ما يمكن لك تسلق شجره ولا تخبى عندك داير بيك غاكيطون هنايا تشدك القفقافة والرعادة وهتقول يا ربي يحفظني ولكن الحمد لله نتمنى ما يكون شي سبع اخر تهو عايش في هاد الغابة باش تعرفو هاد السبع خصنا اول حاجة نعرفوه منين جا واش هناك يعني التوالد اه ديالهم هنا يعني السبوعة بزاف واش عندنا هنا شي فهاد فهادشي هذا يعني صعيب الواحد يعني باش باش يتقبلوه فعلا هناك يعني غابات اللي هما كبار بزاف الواحد راه ما يقدش يدخل حتى للوسط او الاعباق ديال هذه الغابات راه حدا واحد الجرب حيت اصلا تدخل وتخاف من غير كيسبع كي ولا ما كاينش تخاف بداك يعني يدوروا بك الديوبه يدوروا يعني راه هناك حيوانات راه ماشي تقول صافي الغابه راه ما فيها حتى شي حاجه راه غا القرود اللي مشاو ضاروا بك راه هناك يعني شي قرود ما خصكش تيشوفوا شي واحد غريب دخل البطاقه ديالهم فكيهزوا الحجر وتيبقاو يشيروا به بي. هادو غا القرود الصغار فلا كان شي قرد كبير قد هو يهجم عليك هو ينقز عليك يهجم عليك فهادشي علاش كيف ما كتشوفوا متتبعينا الكرام يعني من يلقاو على هذا القبض على هذا دا الأسد هذا يمشيو يديو واحد البيطاري اللي يشوف واش يعني في شي امراض او ما شابه وينقلوه للحديقه الحيوانات كيف ما كتشوفوا هذا السبع هذا اللي خلع ديك الساكنه والساكنه كامله يعني بقات شاده على ديورهم تبكلو اليوم من ايقاع القبض عليه كيف ما كتشوفوا في الصوره وهي ديوه في هذا الكابيو هذا كيف ما قلت لكم البيطاري باش يكشف على الحاله ديالو باش يشوف هذا السبع واش يعني في شي مرض او ما شابه ينقلوه للحديقة ديال الحيوان الحمد لله والشكر لله يعني اللي لقاو هاد السبعة هذا كيفما الكرام وما تنساوش راه غنلوح الحلقة الثانية هو في حديقة الحيوان